ثقة احنا نتعامل ويا هاي الحادثة، مو لان يعني الطرف الثاني منتسبين او هو الولد كان ان شاء الله انتظرنا عن احنا التعريف. نتعامل مع احقاق الحق ان شاء الله. فتحنا تحقيق بالحادث وبدأوا يحققون، اكو تصوير كاميرات، اكو صور، وكل شيء واضح ان شاء الله. اذا اكو اي طعن او اي حق لكم ضد المكتب المكافحة، احنا شكلنا مجلس تحقيق وتاخذون حقكم 100%. واذا حق لكم احنا جاهزين. اللواء وليد متابع الموضوع بالكامل. ممنونين منكم من اللواء، فما يضيع لكم حق نهائي.